أبو عبد الله من جدة معنا أيضا على الخط. تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. تفضل عليك. شيخ الله يحفظك، أنا أداوم يوميا من مكة إلى جدة. نعم. و يعني عودتي إلى جدة تكون متأخرة، يعني فبعض الأحيان أنام عن صلاة العصر، يعني ما أصليها إلا في وقت متأخر. فهل لي أن أقصر أو آثم بالنسبة لتأخير الصلاة؟ جزاك الله خير وشكرا. شكرا. ما بين جدة ومكة مسافة قصر، لأن متقاربة، البنيان متقارب وليس بينهما مسافة قصر. وأما صلاة العصر فتؤديها في وقتها، ولا تنم وتترك صلاة العصر حتى تستيقظ من نومك، بل بادر بصلاة العصر ثم نم بعد العصر، حافظ على صلاتك. قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، نبه الله عليها بخصوصها مع أنها داخلة في الصلوات لأهميتها. نعم.